وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد خالد المسقطي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. سيد خالد، بعد التحية، ما هي قراءتكم لقرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم أمس، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على دعم القطاعات الأكثر تضررا من مؤسسات القطاع الخاص؟ السلام عليكم ومساكم الله بالخير. وبداية يعني اسمح لي أن هذه القرارات السليمة اللي اتخذتها الحكومة المقررة أمس جاءت محل ترحيب من الجميع. هذه قرارات اللي هي جاءت طبعا تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك الله يحفظه لدعم ومساندة القطاعات الأكثر تضرر من جائحة كوفيد-19. وفي رأيي أن هذه القرارات ليس فقط يعني تدعم القطاع الخاص، وإنما أيضا هي تدعم الاقتصاد الوطني ككل، وبتحقق في نفس الوقت استدامة لمصالح المواطنين. احنا اليوم في مملكة البحرين، ومن يعني شهر فبراير الماضي تم ضخ حزمة مالية اقتصادية اللي تجاوزت 4 مليار دينار. هذا مبلغ ضخم استثمرت البحرين فيه تجاوز لظروف استثنائية وعدم وقوعنا في أي تأثير سلبي بتضافر جميع طبعا الجهود. نعم. وإذا احنا اليوم يعني تكلمنا عن العوائد الاقتصادية، أنا أحب أؤكد على أن أهم عائد في الوقت الحالي هو تحقيق استقرار مالي، ضخ المزيد سيولة في الاقتصاد الوطني، وهذا اللي سيؤدي إلى استمرارية في حركة الاقتصاد. نعم. وبيقلل أيضا من تداعيات الجائحة أو أي يعني تأثير سلبي على المستوى المعيشي للمواطن. نعم سيد خالد، بالإشارة إلى الجانب الاجتماعي الذي تضمنته القرارات الحكومية، ما هو أثر هذه الإجراءات وحزم الدعم من الناحية الاجتماعية؟ ما في شك يعني الجانب هذا جانب مهم، جانب أساسي يعني من ضمن القرارات اللي اتخذتها الحكومة، وأنا أعتبر هذا هو ترجمة واقعية لحديث جلالة الملك الله يحفظه اللي أشار لها في الكلمة الموجهة أمام الأمم المتحدة، على أساس أن هذا الجانب جدا جدا مهم. اليوم الكل يعني على علم بأن الاقتصاد هو المقوم الرئيسي للرهن الاجتماعي في أي بلد، وإحنا اليوم في البحرين ولله الحمد يعني اليوم إحنا من بداية هذه الجائحة إحنا اليوم في البحرين لم نشهد تضخم غير طبيعي في معدلات البطالة اللي هي أنا أعتبرها مستقرة، كما أن احنا في البحرين ما شهدنا عمليات تسريح إلى العمال. صحيح. بالعكس عندنا موجود في استفادة من قبل الجميع من الإجراءات اللي اتخذت، وخاصة على المستوى المعيشي للمواطن. بكل تأكيد. وهذا طبعاً اللي هو أكدت عليه القيادة الرشيدة عبر التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة، واللي أظن مكننا احنا اليوم من إدارة هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل إيجابي يعني مشهود على المستوى الدولي. نعم سعادة السيد خالد المسقطي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.